احنا غير حسين ما عدنا وسيلة. ماكو واحد ترى غير حسين بس. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة. والذنوب هواي كفتها تجيلة. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. وغدا يبدو لنا سدا مليعا. هذه آراؤنا فيه جميعا. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. كثرة ذنوبك وانت متحير بعمرك. اخدمي بمأتم امامك لو رديت للجنة مسلك. وانت بالتأبين تخدم تسمعي الهاتف يكلمك. لو إليك خوت فاكرة بنور العقيدة منورة. أولى الخدمة عندك مقدرة أو باللطوم وسمت صدرك. الوسامي خمد جهنم شعاعين. والوثيقة لبها تحصيل الشفاعة. من بكاه وهو لله مطيعا. تطفئ النار له تلك الدموع. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. وغدا يبدو لنا سدا مليعا. هذه آراؤنا فيه جميعا. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. الذي عندك عقيدة ثابتة وحرة وشريفة. أو تعلم الميزان حق وكفة أعمالك خفيفة. وما إلك غير الشفاعة وبيها آمالك ضعيفة. فص العمل لا تخالطه ويا حسين قول رابطه. اكرم الوادم بالعطي وما يريد ميؤوس ضيفه. واللي يخدم حسين بالجنه يتنعم. وبالاناشيد الحسينيه يترنم. جاره في الدهر لا يخشى ضياعا. شأنه يعلو ويزداد ارتفاعا. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. وغدا يبدو لنا سدا مليعا. هذه آراؤنا فيه جميعا. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. والذنوب هواي كفتها ثجيلة. هلا الشاعر الأديب الحاج مهدي الأموي الكربلائي. الموزع الوحيد لهذا العمل علي نزار.